كان كده في مبادرة، الحقيقة مبادرة عظيمة جدا بتقوم بيها وزارة التخطيط، يعني بتقوم بيها هي مبادرة شباب من أجل التنمية. هنشوف دور الشباب في المبادرة دي إيه، يعني الشباب اللي قدام حضراتكم يا ترى بيعملوا إيه، بيخاطبوا مين، مين الفئة المستهدفة في هذه المبادرة. برحب بدكتور محمد علاء منسق المبادرة، مبادرة شباب من أجل التنمية، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط. يا دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أولا يعني معنى الشعار، اخترتوا العنوان لهذه المبادرة شباب من أجل التنمية، إلى أي مدى الشباب اللي حضراتكم بتخاطبوهم معني بهذا الأمر؟ طبعا شكرا جدا على الاهتمام العفو. بمثل هذه المبادرة، والمبادرة في الواقع بدأت بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات. الفكرة الأساسية هي إشراك الشباب في الحوار العام وفي النقاش العام، وإشراكهم في صنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعريفهم بالبرامج والسياسات التي تعمل عليها الحكومة المصرية. المبادرة بوجه عام بدأت مع تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهنا بأكد أن التقرير في الواقع هو وثيقة أممية لأنه صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن طبيعي أن أي مؤسسة دولية هتشتغل في أي بلد، وده واقع الأمر في كل تقارير التنمية البشرية الوطنية سواء المصري أو تقرير التنمية البشرية في الصين أو في فيتنام أو غيرها من الدول، أن بيبقى فيه شريك محلي أو شريك وطني يساعد في جمع المادة العلمية، يوفر البيانات، يتيح إجراء مقابلات مع أشخاص معينين يحتاج تقرير كتاب التقرير إليها من أجل إصدار هذا التقرير. الشريك الوطني في كتابة هذا التقرير كانت وزارة التخطيط والتنمية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي خلال فترة إعداد التقرير كانت معالي وزيرة التخطيط دكتورة هالة سعيد بتفكر إن التقرير أولا يكون وثيقة حية، إن هو يكون ليه تأثير، إن من المهم جدا إشراك وزيادة وعي والاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في التعامل مع قضايا السياسات العامة المطروحة. نقطة سريعة بخصوص تقرير التنمية البشرية المصري 2021، هو يتميز ربما عن تقارير أخرى في أن أغلب التقارير السابقة عليه أولا كانت بتركز على موضوع معين، ربما موضوع الشباب، ربما الإنفاق على الصحة أو التعليم أو غيره. تقرير 2021 يمكن أتاح رؤية أو صورة بانورامية عن التنمية في مصر من أكثر من زاوية، الاستثمار في البشر، الصحة والتعليم والسكن اللائق، إصلاح منظومة الدعم، البيئة، الرعاية الصحية، قضايا المرأة، قضايا الحوكمة، فأخذ صورة بانورامية عن أوضاع أو السياسات العامة التي طبقت في مصر خلال العشر سنوات السابقة عليه، لأنه في الواقع التقرير ده كان التقرير اللي قبله هو تقرير 2010، فبالتالي كان بعد فترة انقطاع 10 طبعا. سنين كانت طيب فرصة في المبادرة بقى حضراتكم بتنزلوا لطلاب الجامعات والمعاهد بتكلموهم، يعني البرنامج بيمشي إزاي في المبادرة؟ زي ما بقول المبادرة هذا العام تستهدف أولا، لو اتكلمنا عن الفئة المستهدفة فهي تستهدف شباب الجامعات تحديدا في السنة النهائية في مرحلة البكالوريوس، والشباب طلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه. الجامعات الشريكة حاليا أو المشاركة حاليا في هذه المبادرة هم 5 جامعات، القاهرة وعين شمس وبني سويف والمنصورة وبورسعيد، وإن كان الأمل طبعا إن جميع الجامعات الحكومية جميع الجامعات الحكومية 27 تشارك، وإضافة لذلك الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة. زي ما بقول هذه هي الفئة المستهدفة، الشباب في الفرقة النهائية من مرحلة البكالوريوس وشباب الدراسات العليا. هل في مثلا هل حضراتكم بتطرحوا أمور مثلا النقاش، بتسمعوا وجهة نظرهم، هل بيتم الحوار بيتم بده، هل في توصيات معينة مثلا ممكن تخرجوا بيها من هؤلاء الشباب؟ ده أكيد. المبادرة أولا جزء منها هو رفع أو زيادة الوعي بالبرامج التي تعمل عليها المصرية والمشروعات التي تعمل عليها، دي نقطة. النقطة الثانية ان المبادرة فيها مسارين لمنافسات طلابية، مسار ورقة السياسات ومسار للمشروع التنموي، يتم تدريب الطلاب المشاركين من خلال برامج تدريبية بتقدمها مباشرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برامج تدريبية أخرى يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في برامج بيقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إضافة لدورات تدريبية تقوم بها الجامعات. الطلبة بيتدربوا على عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة، وإزاي يعملوا مشروعات تسهم في إحداث نقلة في الحياة في مصر. الفكرة أن أولاً طبعاً يتم الاستماع لآراء الشباب، دي نقطة مهمة جداً. النقطة الثانية أن في الآخر البرامج أو المشروعات الفائزة سواء في مسار المشروع التنموي أو مسار ورقة سياسات، المفروض أن يتم العمل على تبنيها
سواء في حضانات اعمال بالنسبه للمشروعات اللي كويس ممكن جدا. تخرج منتج يمكن تسويقه او يمكن يعني الاستفاده منه بشكل تجاري، ثم يعني وزارات بمعنى تجاريه اخرى اخر، تقوم ان بالاستفاده من هذه نتيجة هذا المشروعات واوراق النقاش اللي سياسيه. بيتم هي استفادة متبادلة، الطلبة بيبقى فيه وعي اكتر بامور التنمية، كمان بتاخدوا منهم بعض المؤشرات اللي يمكن الاستفادة منها. انا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور محمد علاء، منسق مبادرة شباب من اجل التنمية.